السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم كويزين عزيزة الحمزاوي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم كيكات المول العجيب اللي كتجي غزالة لذيذة لذيذة بزاف البنات، وبالكريمة ديال الشكلاط اللي سهلة اقتصادية. المهم نخليكم تكتشفوا المقادير وطريقة التحضير. نحتاج كاس ديال السكر سنيدة، كاس ديال الزيت، وكاس ديال الحليب. بالنسبة للحليب تقدروا تعوضوه بدانيت ديال الشكلاط بحال هذا، مهم على حساب اللي متوفر عندكم. انا غادي نكتفي بالحليب. غادي نحتاج 3 البيضات، الا كان البيض صغير غادي نديرو 4 البيضات، 2 اكياس خميره كيميائيه، 2 اكياس ديال الكاكاو او 2 معالق كبار ديال الكاكاو. مهم غادي نحتاج هنا كيس واحد ديال الفاني. وبالنسبه للدقيق عندي 2 كيسان ديال الدقيق. مهم العبار عبرت بهذا الكاس اللي عبرت به كل شيء. مهم نتوما غتشوفوا على حسب الحجم ديال البيض، انا نكفاني 2 كيسان غيجوني هما هذوك. اول حاجه غادي ندير البيض وغادي نضيف سكر سنيده وغادي نخدم السكر مع البيض مزيان مزيان حتى يبيض لي اللون ديالو. صافي دابا تيكون هذا هو الشكل ديالو. تقدروا هذه العمليه ديروها في الخلاط الكهربائي اللي تنصيبوا فيه العصير، فتا هو كيعطينا نتيجه مزيانه. بالنسبه لهذه المرحله غادي نضيف الزيت وغادي نستعمل غير الطلاب اليدوي. صافي غادي نبقى نخلط مزيان كيف ما كتلاحظوا معايا. ودابا غادي نضيف الحليب. قبل ما نضيفه غادي نضيف ليه الخل. بالنسبه لكم نتوما الخل ضيفوه قبل ما تبداو، انا غير نسيتو باش كيختار لينا ويولي بحال الرايب. مهم انا غنضيفو حتى لدابا، نتوما ضيفوه قبل. كيف ما كتلاحظوا معايا فكيختر، ولكن الا ضفتو قبل غيكون خاطر كتر. مهم انا نسيتو، غادي نديرو بحال هكا. مهم نتوما ديروه قبل. غادي نضيف كيس ديال الفاني وغادي نضيف 2 اكياس او 2 معالق ديال الكاكاو. صافي غادي نبقى نخلط مزيان. فهاد الكيكة كتجي غزالة البنات، غير جربوها، كتجي هشيشة بزاف وكتجي لذيذة. تقدروا تعوضوا الحليب او دانيت، تقدروا تعوضوا بكاس ديال القهوة. قهوة سريعة الذوبان. دابا غادي نبدا نضيف الدقيق. كيف ما قلت لكم الدقيق خديت 2 كيسان وغادي يجوني هما هادوك. نتوما غادي تشوفوا على حساب البيض قداش وتشوفوا على حساب النوعيه ديال الدقيق. ودابا غادي نضيف الدقيق اللي سبق ليا غربلتو ويمكن ما كتلاحظوا معايا، فكنضيف بشويه بشويه حتى نكمل، كنضيفو بالتدريج. صافي المهم غنبقى نضيف كما قلت لكم ولا تنخلط.
فكما كتلاحظوا جوج كيسان ديال الدقيق جاوني هما هادوك. مهم شاط منهم هاد شويه هذا تقريبا معلقه اللي شاطت ليا. صافي غادي نضيف عوض ديك المعلقه وهي هذيك غنضيف جوج خمارات. وغادي نخوي الخليط ديالي في مول اللي دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق. بالنسبه للمول راه صورته لكم وتمسح لي المقطع. المهم راني عاود صورته غتلقاوه من ورا هاد اللقطه هذه، غادي نوريكم كيفاش داير. وندخل الكيكه طيب على نار متوسطه ورجع لكم. وهذا هو المول البنات، تيكون هكا عنده جوج حفرات. المهم كاين هذاك اللي عنده غير حفره واحده، المهم هذا عنده جوج حفرات وموجود البنات، والثمن ديالو رخيص بزاف. الكيكه رطبه بزاف بزاف كما كتلاحظوا معايا، فهشيشه واحد الدرجه ما كتصورش. المهم دابا غندوزو باش نزينوها. غادي ناخذ دانيت ديال الشوكولاط وغادي نبقى ندهن. المهم بهاد الشكل هذا تقدروا ديروا الشكلاط دايب عاد تخلطوا مع دانيت. صافي هنا غناخذ شوكولا فيرميسيل هو باش غادي نزين. تقدروا تاخذوا شكلاط عادي تحكوه وتلبسوا به الكيكه. المهم ما كنزينوها بالشكلاط حتى كتكون بردات مزيان. صافي غادي نلبس الكيكه ديالي كلها بالشكلاط كما كتلاحظوا معايا. صافي وغادي نرجع لكم. بالنسبه للكريمه غادي نحتاج نصف لتر حليب، سكر على حساب الذوق، وجوج معالق كبار ديال بودره الباتيسير. عندي هنا كيس ديال الكاكاو او معلقه كبيره ديال الكاكاو. مهم غادي ناخذ جوج معالق كيف ما تلاحظوا معايا، فغادي نعمرهم مزيان ونزيد معلقه ثانيه. غادي ندير السكر سنيده فهنا عندي 6 ملاعق، وغادي نضيف الكاكاو صافي. غادي نخلط مزيان صافي. دابا غادي نديرو فوق النار حتى يغلى، هانتوما غتشوفو معايا. صافي هنا كما كتلاحظوا معايا فالخليط ديالي بدا كيعقد. المهم ما غاديش نتوقف على التحريك، كنبقى نحرك حتى يتقال ويدير الفقاعات وغادي نطفي عليه. فمن بعد ما وجدت لي الكريمه فكما كتلاحظوا باقا سخونه، غادي نعمر بها الكيكه. بالنسبه للكيك راه برد تماما، ما خصناش نديرو الكريمه والكيك سخون، نخلوه حتى يبرد عاد نديرو ليه الكريمه. كيف ما كتلاحظوا فكتكون عاقده. مهم غادي نعمرها مزيان وغادي نبقى نقاد فيها كيف ما غتلاحظوا معايا. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديال المول العجيب. فبالنسبه للتزيين فاختياري، تقدروا تحكوا الشكلاط، المهم انا زينتها بالكاوكاو. المهم نتوما تقدروا تحكوا الشكلاط ابيض من الفوق او ديروا خروط بالشكلاط ابيض.
مهم كيبقى تزين على حساب الذوق ديال كل واحد. بالنسبة للكيكة فكما كتلاحظوا معايا كتجي هشيشة ما سقيتهاش، وكتجي رطبة وهشيشة كما كتلاحظوا معايا البنات. كنتمنى تجربوها وتخليوا لي في التعليق كيف جات معكم. مهم اللي اول مرة يزور القناة يدير الاشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد، ونتلقوا فيديو اخر ان شاء الله، والى اللقاء.